بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين استضافت العاصمة مسقط اجتماع في مجلس التعاون الخليجي في دورة الثامنة والخمسين الاجتماع هو المشترك بحث العديد من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي وأعطاه دورا أكبر في مسيرة التنمية الخليجية اجتماع مجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بمسقط في دورته الثامنه والخمسين بمشاركه السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين حيث يناقش عددا من القضايا الاقتصاديه تهم القطاع الخاص الخليجي والتشريعات المنظمه له اليوم نجد الاقتصاد الخليجي اليوم الحمد لله يعني من اكبر الاقتصادات ومن من اكبر التجمعات في العالم كل الجهود اللي نراها كل النوايا والاعمال اللي نراها كلها تصب في انه سوف نرى قريبا باذن الله يعني نجاح يسر القطاع الخاص الخليجي ويصب في خدمه الاقتصادات الخليجيه مجتمعة. اللقاء شهد حضور معالي الدكتور نايف فلاح الحقرف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي اكد على دعم المجلس لمسيره التنميه الاقتصاديه وضروره العمل المشترك لازاله العقبات للمشاريع الاقتصاديه المشتركه في مقدمتها السوق الخليجي والاتحاد الجمركي. استفاده دول المنطقه دول مجلس التعاون هي استفاده حق البحرين كذلك اذا وحدنا كل التشريعات والقوانين والنظم في في تسهيل حركه التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، هذا راح يعزز من مكانه تعزيز الاقتصاد الاقتصادات الوطنيه في كل الدول. ايضا في نفس الوقت نريد نحن نشجع الزراعه والثروه الزراعيه في البلدان العربيه ونحاول نشجع القطاع الخاص انه يستثمر في هذا الكلام وفي هذا القطاع. وتسعى غرفه تجاره وصناعه البحرين من خلال مجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي العمل على توفير البيئه المناسبه لتطوير اداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسيه ليكون قاطره التنميه في اقتصاديات دول المجلس. ويتطلع المشاركون في هذا اللقاء الى تعزيز دور القطاع الخاص ليساهم بفاعليه اكبر في تحقيق الوحده الاقتصاديه بين دول المجلس. في وقت يشهد العالم تحديات اقتصادية جمة لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان